ولا عادي بين المغلي والفاطر اي مثل الشاي كمثل تشربي شاي اشرب الماء الساخن كذا يعني زين طبعا يتوقف على كيفية أول شيء تقبلك على شرب الماء الساخن وثانية يتوقف على نوعية المرض أو الالتهاب لكن مفعوله يكون سريع. أنا شخصيا شفيت بكل الأمراض كل الأمراض خلال 4 أشهر بس في بعض الالتهابات خلال يوم يومين مثل الزكام مثل الكحة مثل اللوز والأشياء هذا فهذه طبعا تعتبر التهابات ومثل الصدفية أخذت تقريبا 2 أو 3 أشهر فيتوقف نوعية المرض توقف أيضا كيفية تتأقلم وكيفية تستخدم الماء الساخن على حسب الكمية المطلوبة بس أنتم طبعا كأطفال حتى لو جلاسين في اليوم يعني مساعد كثير. هاي سؤال لحد من الأولاد هنا حد يبغى يسأل شيء لا تتخجلوا ها نعم أيوة بتقول شيء أيوة نعم أنا عندي ربو موسوي الله يشفيك إن شاء الله بعد عنك الشر. الربو استخدم الماء الساخن اشرب الماء الساخن زين يوميا وايضا اللي اذا استطعت بس بلغ ابوك او ابوك او امك حتى يساعد ساعدك على عملك بخار المائي بس على اساس ضبط الحراره عشان الاول ما يبدا نعم البخاخ انا ما اقدر اقول لك لا تستخدم لكن جنب لجنب استعمل الماء الساخن ابدا من الحين لان انت كنت في بطن والدتك يعني راح بداخل الرحم تشرب الماء الساخن والذي جاء لك انت من الحين لولا الماء الساخن الوسائل المنيوسي لم نكن انت بها الحين نعم اوكي زين نعمل توازن بس أيوة نعم لما كانت لك الصدفية في بك كم الفترة عليها ما شفت؟ الصدفية عندي أخذ تقريبا 2 أو 3 أشهر يوميا كنت أستخدم بس المرة واحدة كيف تعرف أني يشفي سريعا لما أحس الحكة لما أستخدم الماء الساخن يتوقف ثم خلال 6 ساعات 10 ساعات يبدأ الحكة اللي يعني يرجع ترجع مرة ثانية فعرفت إن البكتيريا بدأ مرة ثانية فويخذ البكتيريا لكن يبدأ ما قضى كليا فهي مرة ثانية البكتيريا فهني كان يفترض استعمل مرتين في اليوم لكن استخدمت مرة واحدة لكن خلال الحمد لله 3 أشهر أو 2 شهر تقريبا اختفى كليا كما رأيته في الصورة. أيوة. قلت عفوا من كيف من الصورة اللي أنت رأيتها مرحومة اللي كانت تمر على الصورة. إيش هي كانت تحط على وجهها؟ أوكي ممتاز. قلت لها لا تستخدم مواد كيماوية خطيرة جدا. يمكن تستعمل الكريم الخفيف هذا في الوجه أساس لتلعين البشرة وكذا حماية تعرف عشان الجو مليء بالسموم ترى اللي هو الغلاف جو فيه بكتيريا في مواد كيماوية حين تضرنا. فمجرد استعمال الكريم العادي لكن إيش نسوي؟ قلت لها يعني أنا ومدام خبرناه كيف تستعمل هو طبعا خبرناكم اللي هو شرب الماء الساخن العلاج الداخلي وأيضا شرب استخدام البخار المائي بدون تكلفة مجرد هاي برق الكهربائي بنص تقريبا وتخلي الغلاف مفتوح بتغطي بفوطة ويومين تستخدم البخار بشكل يمكن 5 دقائق 10 دقائق فالبخار هو يسبب التلين يمكن الكثيرين يعلمون فوائد البخار أو حمام زيت وما أعرف إيش لكن خذ بالكم الماء لا تحطون زيوت أو تحطوا مواد كيماوية لأن هذا يدخل داخل رئتيكم ويؤثر عليكم بعد يسبب لكم مشاكل في التنفس يسبب ربو والمشاكل الأخرى لأن مادة كيماوية يحطوا مادة كيماوية وبعد يستنشق البخار ويدخل في رئتيكم فخذ بالكم من هذا تسوي بخار مائي فقط ماي بدون خلط بأي شيء. سؤال ممتاز جدا كيف اكتشفت انا مهندس ووظيفتي اخر وظيفه خبير فني مكتب وكيل اسكان كيف انا مهندس كيف دخلنا في هذا الامور طبعا هناك في قصه عائليه عشان الوقت قصير قصه عائليه وتاثرت عدم تربيتي من والدي لم اكن اعرف والدتي والله يرحمها لان توقعت امي واخالي خالتي هما والدي الحقيقيان فلما اتوا من بلد اخر تفاجأت كيف يكون عندي 2 أب و2 أب يعني 2 أب و2 أم يعني ام والدين يعني كيف ما يصير من هذا بديت اتاثر عرفت ان امي كانت تمر بعمليات جراحيه 7 عمليات في افريقيا جراحيه و3 في بريطانيا فاخر وقت قضاء يعني في مستشفى السلطاني هذا الوقت الوحيد كنا موجودين مع بعض ومتجمعين مع بعض فتاثرت ذهنيا باحث عن علاج لوالدتي الله يرحمها ابوي ايضا كان نفس الشيء فزعي هذا كان مثل وراثي فكان يسعى لايجاد شفاء لمرحوم الوالده اساسا كان كل 2 3 سنوات تمر بعمليه جراحيه وتعرف ان اذا عمليه جراحيه تحصل في مكان ما تعود مره ثانيه في نفس المكان لازم ياخذ مكان اخر اخر في مستشفى السلطاني الدكتوره السعديه كانت تقول ما في مكان سوى عمليه إذن يجب ندور مكان آخر 7 10 عمليات تتخيل
تخيلوا عملية جراحية. فتأثرت ذهنيا باحث عن العلاج، ومن هذا لما رحلت من الدنيا طبعا قدر يعني كل قدر وسنة، وصرت مدمن على العمل، ما يعني أحب الأصدقاء لكن صديق الحميم الأكبر هو في العمل. أشتغل في استوبة عندي أمراض الربو، ومن ثم لما استعملت البخاخ صار عندي صلع نصفي، وطبعا مشاكل صحية أخرى وجلوس كثيرة في العمل وسبب لي آلام الظهر مستمر. يمكن أمهاتكم وأباءكم يعني يشتكون من هذا، لأن الجلوس كثير قلة الحركة تعمل مشاكل وسليب ديسك. فهذه المشاكل بعدين تستخدم أدوية شعبية، أخلط الأدوية، أستعمل المواد هذيك المواد التنظيف، يعني أعرف إنه مضر، أعرف راح أموت لكن قيس وسام صغار كيف أقدر أربيهم؟ أنا وضعي بديت أنا ساقط أرضا، يعني صار انهيار عصبية، فقلت خلاص راح أموت. الأدوية الحين تعمل لي يعني وضع صار أسوأ، إذا أنا خليني أدور بديل، فاستعمل أدوية أعشاب وخلطة، فطبعا تغير كل شيء، كان في المنام وعلى شكل رؤية، سامحوني يمكن لا تقبلون رؤية، حتى الله سبحانه قال ادعوني وأستجب لكم وإن شكرتم لأزيدنكم. فكنت ربما دعاء متكرر، فربما هذاك الوقت كان جعل أن أكتشف خلال أيام بسيطة أجد نفسي أروح المطبخ واستخدم تجربة الماء بارد والماء ساخن على الصحن في بقية الدهون للطعام، وطبعا الكل يعلم فماي بارد يجمد الدهون وماء ساخن طبعا يذوب الدهون. فعرفت ان هذه الدهون في جسمه هي ربما واحد من الاسباب، وايضا يقتل بكتيريا ضاره الماء ساخن ويعدم السموم، السموم موجوده من المواد الحافظه في الطعام. فهنا عاد صار يعني بدا يتغير وضعي لما استخدمت الماء ساخن، وتغير وضعي الحمد لله خلال شهرين ثلاثة اشهر. لما رحت للفحص الطبي كامل سبحان الله قالوا سبحان الله انت شفيت بالكامل، انت الحين كانك طفل صغير ما فيك اي اصابه ولا اي شيء، شفيت بالكامل. على ضوء اعطوني شهاده اعتراف من اللجنه الطبيه في مستشفى الشرطه ورايته قبل قليل. طبعا الوقت نعم، اذا اسئله صعبه خلينا بعدين نعم، لان الوقت نعرف يمكن متحمسين على الماده لان الوقت يعني في واحدة يعني يلا نعطي سؤال اخير. نعم يصير نستخدم هواء حار ولا بس لازم يكون ماي؟ كيف يصير يكون هواء حار بس ما يكون ماي بارد؟ ما حار تدري ايش تقصد بهواء؟ ايش تقصد بهواء؟ يعني هواء الجو يعني تقصد لا لا لو عشان بس اني تحس باحساس بالحراره في الجو خلاف جو جو حر استخدمه كيف ما في شيء، بس لما تنامي غطي نفسك بالبطانيه لان المكيف هذا غازات وليس برد طبيعي، فيدخل في عظام يسبب مشاكل صحيه، واذا الام العظام وتبدا مشاكل صحيه. فانما تنامون استعمل مكيف، لا تاخذ بالكم غطي بالبطانيه، وانما تطلع من الدوش الساخن لا تروح مباشره على المكيف لان هذا اذا سبب روماتيزم ومشاكل اخرى، فتجنبوا له الوقاية خير من العلاج وشرب الماء الساخن. الوقت ترى مش أي هنا. لما تحطين الماء الساخن على صدفية ما يعود؟ ممتاز. طبعاً ما غلي. يبي ما يتقبل جسمه، يعني أخذ هو فعلا كان مغلي بس أحاول شوية يعني برد شوية بما يتقبل، هو ساخن بما يتقبل جسمه، فأستخدم مكان هو في تأثير بما يتقبل جسمه، يعني أحس قليل من الحرقان بس ما أحرق نفسي. ما غلي بالكامل حطه في الجلد ولا بيحرق الجلد، صح؟ حتى ماء ساخن لما تشربوه ماء ساخن مرة واحدة برأي يحرق، يعني جسمه ما يتقبل، فتشربوه ماء ساخن مثل الشاي على جرعات مختلفة بس كمية أوسع، تمام؟ إذا ندخل في مادة العلمية، أوكي، يلا آخر واحدة، أوكي، نعم. لما الواحد يكون عنده حساسية يستعمل الماء الساخن؟ اللي عنده حساسية تكون من سببين، أول شيء يعتبر يعني التهاب خارجي، وأحيانا يكون التهاب داخلي في الدم أو في الخلايا فيتسبب الحساسية. إذا شرب الماء الساخن علاج داخلي، وأيضا استخدام الماء الساخن بفوطة في المكان اللي فيه حساسية في الجلد يكون يعتبر علاج الخارجي، فهذا كنت تستفيد بهذا، تمام؟ حتى في الرأس أحيانا يكون القشرة يعني ماء ساخن شوية في الرأس وكذا، وأيضا مع شربة لأن قد يكون يمكن قشرة، تمام؟ إيش القشرة؟ قشرة يكون إيش بسرعة حد يقول بسرعة إيش سبب القشرة؟ القشرة نعم جلد الميت شفته؟ يعني أنا نفس الشيء كان عندي لما استخدمت الماء ساخن زال الجلد الميت، هذا هو اللي حصل، جلد ناعم جدا ناعم يعني طفل صغير طفل صغير لو تشوف الجلد كأنه طفل صغير، فبالتالي شيل الجلد نايم الميت. فأيضا حتى في الرأس القشرة الشامبو ما أعرف إيش والأشياء هذه كلها مواد كيماوية أحيانا تسبب مشاكل صحية، بس إيه استعمل شامبو لكن الماء ساخن يعني قليل في الرأس إذا كان عندك مقشرة ويعني مرة في اليوم أو إذا كان استطعت مرتين.
صعب الأسئلة لأن ما نبغى نفقد المادة نفسها، لأن هذه مادة مهمة جدا فيها لأن شرائح كثيرة 90 شريحة، لكن لا أستطيع أمشي فيها كلها لأن يجب أن أتوقع في خلال نص ساعة بالضبط، يعني 11:30 أو 11:30، فأنا أحاول أخذ ربع ساعة أو 20 دقيقة ثم أعطيكم وقت الأسئلة. فأيش رأيكم نخلي الأسئلة فيما بعد؟ على يعني الأقل يمكن أعطي وقت يمكن 10 دقائق ربع ساعة عشان نلتزم بالوقت. أيوة لأن أعطينا طبعا البنات أعطيناهم وقت كثير. أوكي آخر واحد. أوكي. لو لا قدر الله يعني جانا كوليسترول نشرب ماء ساخن، يعني كم المدة اللي نقص فيها نشرب؟ اي اوكي شفته الكوليسترول. ايش هو الكوليسترول؟ الكوليسترول يكون ايش؟ الكوليسترول سبب ايش؟ مين يعرف سبب الكوليسترول؟ اكبر سبب الكوليسترول حد يعرف صورة ايش هو؟ شلل. الكوليسترول الكوليسترول ايش سبب الكوليسترول؟ شلل. لا شلل هذا مرة اخر يعني الكوليسترول سبب شلل، يعني ممكن سبب يعني اي صحيح صحيح، لان متحمسين كثير على الاسئله. بس نرد على اخر سؤال اللي هو الكوليسترول. الكوليسترول يعتبر طبقه الدهون اي موجوده وين؟ في الامعاء وموجود في شرايين الدم. ايش فائده شرايين الدم؟ اها المهم شرايين الدم شوف راح تكون اسئله فيما بعد اللي بيستطيع يرد على